بسم الله الرحمن الرحيم. الأهل والعزوة، أبناء معان الأردنية العربية الأصيلة، كل فخر واعتزاز أكون بين هذه الوجوه الطيبة من أبناء المحافظة. ولما تنذكر معان دائما منشوف صورة المعاني اللي بيستقبل الحجاج وبيساعد كل محتاج بمر من هاي المدينة الطيبة. لما زرت معان بال99 كان أول مطلب هو الجامعة، والحمد لله هاي الجامعة اللي اسمها هو اسم أغلى الرجال صارت عنوان للتنمية. وفي معان أكبر مشاريع للطاقة الشمسية في المملكة وغيرها من المشاريع، لكن طموحنا أكبر بمزيد من الاستثمارات والتنمية وتعظيم الاستفادة من مدينة البتراء سياحية. معان العزيزة هي بوابة الخير، المحطة الأولى لتأسيس المملكة، ومثل كل مرة بنقول معان لنا وحقها علينا. وإن شاء الله المستقبل أفضل والخير أكثر للجميع. يا أخوان، إذا بتسمحوا لي بجوز نتحدث شوي على تحديات أهلنا بغزة. نحن بدينا بإنزال طرود للمستشفيات من بداية الحرب، أول مرة بتاريخ الجيش نستعمل الأسلوب حتى نوصل الأدوية للمستشفيات. وأنا بعرف إنه عندي كم صديق هون اللي كانوا معي أيام العمليات وخبوا المظلة مني، لكن كل يوم عم نفكر كيف نوصل الدعم لأشقائنا بغزة. أنا راجع من ألمانيا قبل أسبوعين وأنا بطلع على غزة من الشباك فوق سيناء، ولما اتصلنا رأسا مع إخواننا بالقوات الخاصة، هل إنه نقدر نستعمل المظلة الاحتياطية؟ بعدها بيومين لما نجحنا بالتجربة جمعنا أكبر عدد من الملحقين العسكريين من أشقائنا دول عربية إسلامية وغربية، وطلبنا منهم إذا عندهم مظلات احتياطية يا ريت تودوهم من الأردن، وإذا بدكم تشاركوا معنا أهلا وسهلا. العمليات الجوية مكلفة وفي تحديات وفي صعوبات. أسرع طريقة نوصل شاحنات من الأردن لغزة، وفي شاحنات، لكن إن شاء الله إذا في وقف إطلاق النار نقدر ندخل من الشمال، وتاريخيا أسرع وأفضل طريق نساعد إخوان إحنا. وأنا بشكر أهل غزة اللي بيشكروا الأردنيين على العملية اللي صارت قبل يومين ثلاثة أيام. كان مفروض يوم الاثنين إنه نطلع ب 12 طيارة، لكن بعد كثير تشويش سمحوا بس 4. وأنا كنت مفروض أطلع على أول طيارة، لكن قد ما غيروا توقيت العملية رجعت على المكتب، لكن الحمد لله الساعة 3 نشمت العمر 3 طائرات أردنية والفرنسيين. يوم الثاني كان مفروض يكون 14 طيارة، للأسف بس 6. لكن أنا بدي أشكر وجود إخوان المصريين والإماراتيين والفرنسيين اللي طلعوا معنا، وكمان بشكر إخواننا بقطر وبالبحرين وبعمان اللي عندهم كل الاستعداد يطلعوا معنا. الهدف من آخر يومين نورجي العالم إنه نحن نقدر نطلع فوق غزة بالنهار. أنا بعرف الأولوية الشمال مش الجنوب، وبشكر كمان مرة أهلنا بغزة اللي بشكروا الأردن، وأنا بعرف
بيشكرونا بس بقلوبهم عم بيحكوا المش كفاية وحق معهم مش كفاية. فركات إن شاء الله إذا في هدنة بنقدر ندخل ونساعد ونوقف. والأولوية بالشمال، نحن عارفين الأولوية بالشمال. إن شاء الله اليوم كان مفروض أول طيارة تطلع على الشمال تجربة، وإذا ننجح بالعملية بكرة إن شاء الله 3 طائرات، وبعد بكرة 5، وبعد بكرة 10. وفي كثير دول عربية وإسلامية وغربية بدهم يشاركوا معنا. لازم نوقف الحرب بأقصى سرعة، ولازم نوصل أهلنا بغزة. إذا بس نطلع طيارة كل يوم، أهم إشي إنه أهل هناك لما بيشوف الطيارة الأردنية بيعرفوا إنه نحن عم نفكر فيهم. المعنوية أهم من أي إشي تاني اليوم، وبكرة إن شاء الله منغطي الجميع. فأنا بس حبيت أحطكم بالصورة لأنه اللي نحن متعودين عليهم مش عاجبهم أي إشي. فبس حبيت أشكركم وأشكركم على هذه الفرصة أكون بين أهلي إخواني وأخواتي. شكرا. Thank you.